دي مجموعة أيقونات نزلتها هنشتغل عليها. أول أيقونة معانا لازم تظهر على 0.6 وتسيف مرة أخرى. هيتحط يا سيدي 0.1. التانية كده 0.1 خلاص. التانية هنفرخها لما نعمل التفريخ، هناخد علامة الزائد، عايزين الأسود دي، عايزين دي ودي 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 ودي. بس قبل ما نسيب لازم نخليها 0.6 لازم، عشان خاطر التصغير ده يقدر يخش معانا كأيقونة. يبقى كده معانا 0.2. احنا كده خلصنا الاتنين دولت، نخش في ديت نفرغها، ناخد معانا دي ودي 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 ودي. شكرا. هنيجي هنا اهو وهنعمل لها 0.، خد بالك بقى عشان دي لازم تتقص الاول، عشان لازم تتقص الاول علشان في مساحات فاضيه هيأثر معانا في ايه حاجات كتير. بس كده اتقصت كده خلاص بقت صغيره، بس لازم ايه نصغر المساحه تبقى 0.6. دي بتاعت خدمه دي بتاعت حسابات العمله. ده بعد فراغ عايزين يا سيدي، يلا بس كده الأول، يلا بس كده الأول. مش عايزين بقى ايه، مش عايزين دي خالص بالنقص يا سيدي. نرجع تاني، في حاجة هنا محتاجينها هقول لك عليها دلوقتي، هي دي في النص دي. بس شكرا، مش بقى شكلها حلو زي يعني. طبعا هنقصها على قد الأيقونة بالظبط، تبقى قصة كده. وهنصغرها ب0.6. دي 4. خزن فرخة، نعمل عملية تفريغ. و0.6 وهنسيفها تبقى رقم 0.5. اللي بعد المخازن، المخزون عايزين نجيب الراس واد الكفت ده. ايوه وادي الكفته. بس كده. وهنجيب 0.6. هنسيف على كده. واحد هيقول لي طب انت كده صغرتها او مش هتشاف؟ لا هتشاف، هتكبر شويه في الايكون، يبقى بقى 0.6. ايه تاني كده؟ 6. فاضل 2. الباركود
زيرو علامة 6 7. اللي بعده 3، مجموعة التأريخ 7 دي مستخدمة. بعد صح، صفر علامة، صفر علامة 6، 0 8. اللي بعده ايش؟ الاثنين ايش اللي ده؟ ايه تاني؟ دي 1. دي اخطأت فيها دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعم، تليفوني خدي ماشي هقول لك. بص هنا دي غلط، دي نخليها 10 بس كده. اهو الجزئية دي كلها هيروح فين بقى؟ الجزئية دي كلها هيروح فين؟ بص يا سيدي، هنيجي هنا اهو، نفتح بس اي فورم. شايفين دي؟ طلع بقى الصور كلها اللي احنا عملناها، ده كل ده وده وده. ما ينفعش الا صورة صورة يعني؟ ايه؟ لا استنى، نزلت اهي. طب احنا لو حذفناها من هنا بس كده، 1 2 2 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي يا سيدي 7، ادي 8، ادي 9، ادي 10 الأخيرة. بعد كده نحذفهم بقى من هنا تاني، مش عايزه. هنيجي بقى هنا والأهم، وهي ايه بقى؟ هاتي بس الأول الأيقونات اللي هنا دي، هنعرف بس الترتيب الأيقوني الأول اللي هي المخازن، رقم 1 مخازن والكلام ده.
يجي هنا عند تحميل الملف. نيجي هنا ني.ني.كوماند26.بيكتشر بتساوي 01 او بتساوي 1 مشكلة. طب بص احنا كده هنضطر نعيد تاني عشان هو مبيبقاش الزيرو، بيبقى واحد على طول مباشرة والكلام ده. نعم ماشي، هو مبيقبلش الزيرو في الأول، فاحنا هنعيد تاني الأيقونات دي. هتبقى هنا دي اسمها واحد، ودي اتنين، ودي تلاتة، دي أربعة، دي خمسة، دي ستة، دي سبعة، دي تمانية، دي تسعة، ودي خلاص زي ما هي عشرة. خلاص هنرجع تاني في البرنامج. نحط الصور مرة أخرى، لو نعرف نحطها مرة واحدة كده تبقى أكمل. هدي كده مينفعش، واحد واحد حط ايه، واحد اتنين تلاتة تلاتة أربعة أربعة خمسة 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 ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كده كده ادي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. طيب هنا الترتيب بيقول لك ايه؟ هنا الترتيب بيقول رقم واحد مخازن. طب المخازن فين الأرقام بتاعت رقمها كام؟ المخازن رقمها ستة، يبقى مي مي دوت كوماند 26 دوت بيكتشر بتساوي 6. طب لو بتساوي 2، 2 ديت اللي هو انهي؟ مشتريات، مشتريات هنا رقمها كام؟ يا ريتنا كنا عملنا ترتيب ترتيب ال لازم نفتح فورم عشان نشوف. هناخد بس صورة كده سكرين عشان ما كل شوية نفتح ونخش. أول هنا هنا واحد ماشي، الاثنين دي بتاعت المشتريات يبقى هنا تساوي أربعة، والمشتريات بتساوي أربعة، المبيعات تلاتة اللي هي بتساوي كام هنا؟ المبيعات
هو المشتريات بتساوي 2، المشتريات بتساوي 2. بعد كده هنا 3 المبيعات، المبيعات هنا المبيعات 4، اتنين تلاتة مبيعات، ويبقى هنا بتساوي 4. رقم 4 موجود هنا ترتيب كام؟ سند القبض، سند القبض اللي هو انهي؟ اللي هو رقم 1، يبقى رقم 4 بتساوي بيكتشر 1. بعد كده رقم 5 سنة صرف، سنة صرف هنا اللي هو يا سيدي 9، تساوي 9. رقم 6 اللي هي مجموعة التقارير، مجموعة التقارير هنا بقى في خلال الصورة رقم 7. رقم 7 واخد هنا الخزينة، والخزينة واخدة 5. الفاضيشن 8 و9 و10، 8 اللي هي باركود، باركود طبعا واخد 10، حساب العملة، وهي ممكن تكون رقم 8 دي. حساب الموردين الأخيرة المفروض، حسابات الموردين طيب احنا كده خدنا 6 و2 و4 و1 و2، طب شكلها كده 3 هي الناقصة، 3 هي الناقصة،
تلاتة بقى عبارة عن ايه؟ تلاتة ماشي، من حسابات المولدين خلاص تلاتة. كده عايزين نعمل، طبعا احنا اشتغلنا في الايقونه الاولى، بس احنا عايزين نعمل ايقون يظهر مع الاسم، مع الاسم كده او كده او كده. ايه رايكم في كده؟ هنخليها كده مخازن ولا كده؟ تمام. فهي ايه يعني؟ في كذا شكل يعني، فهنخليها كده مؤقتا لحد ما نكمل بيت الايه، بيت الإجراء. يعني مثلا لو نرسم هنا خالد جاب لي هنا مشتريات، بص بقى المشتريات بقى ايه حصل لها ايه؟ الكلمة اتاكلت. طب نخليها، طيب هنا كده نخليها نظام التاني اللي هي هنشوفه كده الأول تحت، خليها كده تحت وخلاص بحيث الكلمة ما تتكلش. يبقى هو في حل بعد كده مشتريات مظبوط. خش على التاني اللي اسمه اليوزر نيم التاني مين؟ مصطفى 20. الخزينة، بص الخزينة اتبدلت بديت وده غلط، احنا عايزين نعيد الايقونات تاني بالترتيب. يعني نعيد الايقونات تاني بالترتيب بقى، نفس الترتيب ده عشان ما يتلخبطش. تمام.